أهلا بكم. نشرت صحيفة تلغراف البريطانية اليوم أن خلية مرتبطة بحزب الله وإيران كشفت في عام 2015 كانت تخزن مواد تستخدم في صنع المتفجرات تكفي لشن هجمات أكبر من تفجيرات أوكلاهوما عام 95 أو بالي عام 2002. السلطات البريطانية أبقت هذه المعلومات سرية. فضبط الخلية أتى بعيد التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. المعلومات ظلت سرية حتى عندما كان البرلمان يناقش تصنيف الجناح السياسي لحزب الله منظمة إرهابية. حادثة أخرى، تقرير للخارجية الأمريكية أكد أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قررت ألا تكشف عن مضمون تقرير كاساندرا حول علاقة حزب الله والجريمة المنظمة في أمريكا الجنوبية، أيضا حرصا على اتفاق فيينا. باختصار وفي زحمة الوساطات، يواجه المجتمع الدولي اتهامات بالتراخي ومطالب بتوسيع مظلة الاتفاق. بعد أن بدا التوتر في الخليج وكأنه لا مساحة الانفجار، تشهد طهران ما يشبه زحمة وساطات. سلطنة عمان وقطر والعراق وفرنسا كلها تحدثت عن محاولات لنزع فتيل الأزمة لكن دون نتيجة ملموسة. مراقبون قالوا إن وساطات مرشحة كثيرة أرادت التطرق إلى تقليم أظافر وكلاء إيران، ولم تذهب كذلك إلى برنامج الصواريخ البالستية وهو ما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مع وصوله إلى طهران، أطلق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دعوة للتعقل والإبقاء على الاتفاق النووي. اضطر أن يواجه الإيرانيين بواقعيته الألمانية قائلا إن الأوروبيين بودهم الوفاء بتعهداتهم بموجب الاتفاق النووي، لكن لا يمكنهم صنع المعجزات. موقف إيران قد يعني أن هناك نافذة مفتوحة فقط بشأن الاتفاق النووي. الاتحاد الأوروبي ليس في موقف يؤهله لطرح أسئلة عن قضايا إيران بخلاف الاتفاق النووي. بعد ساعات يصل قطار وساطة أخرى. رئيس الوزراء الياباني أبي شينزو يصل إلى طهران مدعوما بعلاقته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. مصدر دبلوماسي غربي يقول للعربية إن وساطة اليابان واعدة. اليابان أكبر مستورد للنفط الإيراني ومن أقرب الشركاء لأمريكا وترامب. اليابان خارج الاتفاق النووي وتأتي بقاربها من خارج الصندوق كما يقال. لكن إيران لا تنظر بالضرورة بحماسة إلى الوساطة اليابانية، وتعتقد أوساط هناك أن طوكيو شديدة الالتصاق بواشنطن. سيد الحديدي، العربية. ولمناقشة هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، ومن القاهرة الدكتور محمد مجاهد الزيات مستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، من واشنطن السيد ماثيو بروتسكي كبير باحثي مجموعة دراسات الأمن القومي. أهلا بكم جميعا ضيوف الكرام، وأبدأ معك دكتور عبد العزيز بن صقر. سميناها زحمة وساطات، هل هناك أي خطر يمكن استشعاره لتكرار الخطأ مع إيران مرة ثانية بالتساهل والتنازل؟ أولا مساء الخير لك وضيوفك المشاهدين. حقيقة إيران دائما تتعمد يمكن يعني بعض التصعيد حتى تزود من وساطات، وهي تكون حريصة على الوساطات. الجانب الأمريكي لم يمانع التدخل لمنع وقوع حرب، ورحب بأي تدخل يقنع إيران عن العدول عن البرنامج النووي وتنفيذ المتطلبات. ولكن بالمقابل الجانب الإيراني حينما تقترب هذه الوساطة إلى طرح أو طرح يعني بعض الحلول التي يمكن أن تكون مقبولة، يبدأ يصعد من مطالبه ويصعبها على الجانب الآخر لقبولها، فيضعنا أمام مشكلة كبيرة جدا. التوجه الأمريكي هو التصعيد التدريجي للعقوبات، ولكن أيضا وجود قدرة عسكرية عالية تستطيع أن تواجه أي احتمالات يمكن أن تحدث.
الوساطة طبعا على المستوى العربي هنالك عمان والعراق يعني دخلت في هذه الوساطة، وأيضا هنالك وساطة دولية، اليابان طرف أساسي، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا وزير خارجية الألماني هو فيها، فرنسا أيضا تطرح نفسها في هذه، مجموعة من الجهات التي سلطنة عمان طبعا كان لها دور من الجانب العربي. لكن السؤال هو اللي يطرح نفسه، هل إيران سوف تجنب بالفعل وقوع لا سمح الله حرب بقبولها بالمبدأ الأساسي؟ الولايات المتحدة في كمبدأ أساسي هي تريد أن تقبل إيران، ليس فقط بس ب 12 شرط، وإنما تقبل المبدأ الأساسي. إيران تريد تفاوض بلا شروط مسبقة، إيران تريد شروط طرحتها اليوم أساسية، بمعنى أنه إلغاء العقوبات الموجودة، عدم ذكر إبقاء الالتزام بالبرنامج النووي، دفع تعويضات، هذه شروط تعجيزية لا يمكن يقبلها الجانب الأمريكي الذي طرح 12 شرط أساسي لإيران، وبدأ بالتصعيد تدريجي، يعني التصعيد في النفط، التصعيد فيما يتعلق بالبتروكيماويات، الحصار حتى لا يكون هناك إمكانية للدولار الأمريكي بإمكان استيفاء، يعني أن يكون عند إيران إمكانيات. العراق على فكرة، وهذه نقطة مهمة جدا، مسؤول إيراني من فترة قريبة قال أنه نعم استلمنا من العراق مبالغ نقدية تجاوزت 200 مليون دولار، وهذا أحرج العراق، لأن العراق يفترض أن يكون لديه التزام بهذا العقوبات مثل بقية الدول. فهو السؤال الذي يطرح نفسه، هل سوف تلتزم إيران وتحاول أن تخفف؟ لأنه الخيارات ما هي؟ الخيار هو التصعيد التدريجي والقدرة العسكرية للرد إذا كان هنالك أي يعني مواجهة أو حرب بالخطأ أو تصعيد من قبل حرس الثوري، لأنه في عناصر غير مسؤولة وهي ترغب في إيجاد هذه المواجهة. الجانب الإيراني كل ما يستطيع فعله في الوقت الحاضر هو كسب الجولة الداخلية، هو يحاول جاهدا في كسب هو شو بيستفيد منها إيران من داخل بالوساطات؟ يعني هل يقول لشعبه أنه أنا قوي لدرجة أنه كل العالم الكل يعني كل العالم هي تتوسط لدي، وهذه الوساطات تأتي من دولة مثل اليابان؟ اليابان على فكرة لها علاقة تاريخية يعني طويلة مع العراق، إلى قريب كان الإيرانيين يدخلوا اليابان بدون تأشيرات. أنا أتذكر في فترة الحرب العراقية الإيرانية حاولت دول الخليج أن تطلب من اليابان خفض استيرادها من إيران، ولكن اليابان يعني عوض على هذا قال سوف أزيد استيرادي من دول الخليج ولكن لن أخفض استيرادي من إيران. فأبقت العلاقة من يناير إلى نهاية مارس، لأن العقوبات سوف تبدأ، اضطرت اليابان أن تعمل ليفتنج، بمعنى أنه تشحن حوالي 15 مليون طن من النفط الإيراني في وقت مبكر، يعني قبل أن تبدأ يعني ساعة الصفر في تطبيق العقوبات. ولكن يوميا نشعر بأن هذه العقوبات تأثيراتها حقيقية، أصبحت أولا الصادرات أقل من 400 ألف برميل في الوقت الحاضر، المنع التصدير بالنسبة لمعظم المنتجات، التأثير في الداخل أصبح قوي جدا، ضعف العملة الإيرانية، مع أنه داخليا سامحني يا دكتور عبد العزيز أني بقاطعك، لكن حتى يعني نستتبع النقطة بنقطة، مع أنه داخليا أو على الأقل آراء ما يتم الحديث به من قبل المسؤولين الإيرانيين بأن العقوبات أحيانا أثرت عليهم وأحيانا لم تؤثر، يعني بيضل في خطاب داخلي وخطاب خارجي مثل كثير من الدول. عبد العزيز، إيران بتمارس الآن سياسة اللا حرب واللا تفاوض، يعني هي بتستنى بالوساطات، الوساطات تذهب لإيران، ومسألة شراء للوقت، مسألة ربما تفصيل الأشياء، تقسيمها لأشياء أصغر فأصغر. هل هذه سياسة جدية ممكن أن تنجح أم أنها فقط لدعاية داخلية وتريد إيران أن تستثمرها، تريد إيران أن تجرب؟ هو أسلوب إيراني متبع، يعني في الحرب العراقية الإيرانية كانت تعلم إيران أن الحرب ليست من صالحها وأن استمرارها مؤذي بالنسبة لها، ولكن انتظرت إيران 7 سنوات و10 أشهر، ما يقارب 8 سنوات، إلى أن قبلت بقرار مجلس الأمن فيما يتعلق بانتهاء الحرب. الإشكال اليوم الوضع قد يكون مختلف، لأنه الحرب كانت تقليدية بينها وبين العراق، حينما لا سمح الله إذا كانت حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لن تكون تلك الحرب التقليدية ولن تكون بالمعايير التقليدية التي شهدتها فترة الثمانينات. هي تستطيع أن تفوت الفرصة على نشوء حرب وعلى ما يمكن أن يحصل، ولكن دائما يقال أن هنالك صراع في الداخل الإيراني وهنالك وجهات نظر متباينة. أنا بالنسبة لي
يعني وجهة نظري الشخصية أقول إنه هذا الخلاف اللي داخل إيران هذه مشكلته وليست مشكلتي أنا. أنا في نهاية المطاف أتعامل مع الدولة. بس إذا كان خلاف حقيقي، لأنه في ناس بتقول إنه توزيع أدوار أكثر. لا، هو توزيع أدوار وليس خلاف. أنا بالنسبة لي أعتبر إنه هو توزيع أدوار، وذلك حينما أرادت إيران أن تقبل بالاتفاق النووي كان هنالك مباركة كاملة. السؤال الذي يطرح نفسه أن رئيس الوزراء الياباني يتطلع إلى لقاء بين المرشد وبين ترامب، هل هذا النوع من اللقاء هل يحدث؟ أنا اعتقادي أنه ما زال صعب المنال وصعب الحصول بهذا المستوى. هل يمتلك روحاني السلطة والصلاحية أو مفاوضين أو الجانب الآخر معه يمتلكون السلطة لحصول مثل هذا؟ الوضع الداخلي لو تأزم في داخل إيران سوف يمارس ضغط كبير على الحكومة الإيرانية، وربما يؤدي إلى انهيارات غير متوقعة أو يعني وضع غير متوقع في الداخل الإيراني. طبعا إيران دولة كبيرة، ووجود سلطة مركزية ضعيفة وتفتت في الداخل الإيراني راح يكون له تداعيات كبيرة. صحيح. لها 17 دولة جيران لها حدود، فلها تأثيرات في هذا الجانب. المهم أنا بالنسبة لي أن دول الخليج يجب أن لا تبتعد عن ما يمكن أن يكون هناك أيا كان. إذا بتسمح لي يا دكتور، لأنه الجزئية المتعلقة بدول الخليج أنا تركتها لآخر شيء بالحوار، لأننا سننتقل للخطابات اللي من داخل إيران ورح نحكي عنها بتفصيل أكثر. يعني استمعنا إلى ما صدر من أبوظبي، وهناك خطابان تحت سقف واحد لطهران. نتابع هذا المقطع حول تضارب المواقف الإيرانية ثم نعود للحوار. يا دكتور عبد العزيز، ما هي الرؤية الشاملة الخليجية للتعامل مع إيران؟ يعني بالتأكيد تقريركم أوضح أن الدول الخليج حذرت في السابق بشكل كبير وواضح من مغبة التمدد والتوسع الإيراني، لكن مع الأسف فترة الرئيس أوباما 8 سنوات اعتبرت إيران أن هذا حق من حقوقها التوسع والتمدد كما تريد، فاستخدمت السياسة التوسعية، استخدمت السياسة التدخلية، استخدمت التعامل مع الميليشيات بدل أن تتعامل مع الحكومات والأنظمة في هذه المنطقة. اليوم هنالك إدارة استشعرت هذا الخطر، ولذلك طلبت ب يعني إيقاف البرنامج النووي والعودة إلى المفاوضات، لأنها هي تؤكد على قضيتين: زيرو نيوكلير بمعنى أنه صفر نووي، لا يمكن القبول لا بتخصيب نسبي ولا يمكن القبول ببرنامج الصواريخ ولا الشروط 12 التي طرحتها. حقيقة دول الخليج اليوم مع الأسف هنالك يعني أتمنى أن يكون هنالك توحد أو يعني موقف موحد بالنسبة لها. نحن نشعر أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين والكويت طبعا ما في شك أحد كبير يعني هي تشعر بخطورة الموقف الإيراني وما يمكن أن ينتج عنه. إيران تحاول أن تستغل التباين في بعض المواقف حتى تتغلغل من خلاله إلى الدول الخليجية، وتحاول أن تستقطب البعض لأسباب مختلفة أو لأسباب خاصة بها. الموقف الخليجي راح يكون متمسك بقضيتين أساسية: إذا
أي يعني أيا كان أرادت الولايات المتحدة الأمريكية الوصول له إلى نتيجة مع إيران سواء بالمفاوضات أو الحرب فهي جزء لا يتجزأ منه. سؤال هل سوف تلتزم الولايات المتحدة؟ لأنه في 2003 حينما قادت الحرب على العراق كانت دول الخليج تعتقد أنه ربما لن يكون هنالك حرب، وكان هنالك في ذلك الوقت الملك عبد الله الله يرحمه كان يقول هو لا يعتقد أنه هنالك حرب، ومع هذا ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية دون أن تستأذن أحد وقررت أن تقوم بهذه الحرب دون الرجوع إلى شركائها في المنطقة. الآن الولايات المتحدة هي بحاجة للمنطقة لأنها بحاجة إلى أجوائها، قواعدها البحرية، قواعدها الجوية، هي بحاجة إلى مساهمتها ومشاركتها الفاعلة في الموضوع هذا، لأنها لا تريد أيضا أمام المجتمع الدولي أن تكون هي لوحدها. القمم الثلاثة التي تمت هي تأكيد سواء على المستوى الخليجي والعربي والإسلامي التأكيد على إدانة إيران وعلى سلوكها الغير مقبول وتصرفها الغير مقبول والمرفوض من كل الدول الإسلامية التي شاركت في هذا الجانب. يظل هنالك سؤال استراتيجي، أين تقف الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هي تفاوض من أجل التفاوض أم هي تفاوض بالفعل لتحقيق الأهداف التي هي تسعى إليها؟ دول الخليج تريد أن تكون طرف من هذه يعني عملية تفاوض قادمة، في أي عملية تفاوض وفي أي قرار يمكن أن يتخذ، لأنه بدون أن يكون هنالك تأثيرات أصلا بتكون إيجابية أو سلبية على منطقة الخليج، على منطقة الخليج يعني ساحة المعارك هي منطقة صحيح. الخليج هي الساحة التي لا سمح الله لو كان في حرب وراح تكون حتى لا تتكرر ما حدث فيها. في العراق وأيضا لو في أي ريتاليشن يعني حيحصل وحيحصل من الجانب صحيح. على فكرة العراق أنا أعتقد أن العراق ساحة مهمة جدا في الخلاف الأمريكي الإيراني لأنه لسببين، لو نجحت أمريكا في دحر الوجود الإيراني والنفوذ الإيراني في العراق فسوف تندحر إيران من لبنان ومن سوريا وبقية المنطقة. بيرجع العراق إيران نجحت عربي ضغط على الأمريكان في العراق فهي سوف تحاول أن تتمدد أكثر صحيح. في المنطقة صحيح. دكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا ألف شكر، ودكتور محمد مجاهد زيات مستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط ضيفنا من القاهرة شكرا جزيلا لك على المشاركة، والسيد ماثيو بروتسكي كبير باحثي مجموعة دراسات الأمن القومي ضيفنا من واشنطن شكرا جزيلا لك على المشاركة.